تحيات محبة لكم المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا، وأهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا صحة الروح. رمضان كريم عليكم يا رب، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية. اليوم بحلقتنا راح نحكي عن طاقة الين واليانغ. أكيد راح يكون معنا بضيف بالاستوديو دكتور حسن حبيب، أخصائي تغذية وعلوم الطاقة. راح نبدأ الحوار مباشرة، ولكن بعد ما نتابع هذا التقرير لافداء أيتا بنشوفه مع بعض وبنرجع لكم. ربما رأيت هذا الرمز سابقا على وشم أو في معبد صيني. اسم هذا الرمز الين واليانغ، وأصله من الطاوية، وهي ديانة صينية قديمة. الين هو الموجة السوداء، وهو مرتبط بالظل والأنوثة، بينما تدعى الموجة البيضاء يانغ، وتمثل النور والعطاء والنمو. ويحتوي كل جزء على مساحة صغيرة من اللون المعاكس. يعتقد الطاويون أن الكون يسير بموجات من الطاقة واهتزازاتها التي تتوزع حسب أنماط مختلفة، ومن الممكن أن يحتوي الشيء ذاته على الين واليانغ، أو أن يكون أحدهما بناء على معطيات كثيرة. فالقمح النامي هو يانغ، وعندما يحصد يصبح ين. زبد الموجة يانغ وجسمها ين. في الصين يطلقون على القرى الواقعة في شرق أي واد ليانغ أو شيانغ أو ما يشابهها، بينما يدعون القرى الغربية بأسماء كجيانغ ين. فرامل السيارة يانغ، بينما دواسة البنزين هي ين. قشرة البيضة يانغ وداخلها ين. اليانغ أقسى وأقوى وأكثر إشراقا وسرعة، ولكن من الممكن أن يتحول إلى ين، فهما كوجهي العملة الواحدة. أشعة الشمس هي يانغ إذا ما قارناها مع الظل. رمي الكرة يانغ والتقاطها ين، فاليانغ يبدأ بالفعل والين يتلقاه ويكمله. الين هو المساحة في داخل الكأس، واليانغ هو الكأس، وبخار القهوة يانغ، بينما سوادها ين. من الممكن أن يذهب اليانغ إلى الحدود العظمى، ولكن الين ليس بالضعيف. الين هو ماء النهر الجاري بسلام، ولكنه يتحول إلى يانغ عندما يصل إلى المنحدرات. أعواد تنظيف الأسنان ين إذا ما قارناها بعمود الكهرباء. ظهر الإنسان فيه الكثير من الين، ورأسه هو اليانغ. يؤمن الطاويون بأن هناك قوة في العالم هي أسمى وأعمق وأصدق من أي قوة أخرى، ويدعونها بالتاو، وتعني الطريق. وبعكس الديانات الأخرى، لا يوجد في الطاوية قوة شر مطلقة تحارب الخير المطلق. لذلك علينا أن نتعلم من الاثنين معا، وأن نعيش بانسجام مع كل قوى الطبيعة، وعلينا ألا نحارب القدر. أنصت كثيرا وجادل قليلا، تعلم أن تكون أكثر مرونة لتحقق أحلامك بسرعة أكبر. لا تحارب لتكون الأفضل، فأنت هو أنت. عش ببساطة، فالتعقيدات تبعدك عن التاو. الأكثر حكمة هو الأكثر مرونة، وهو الذي يستطيع أن يعيش بتناغم مع الطبيعة. لذلك فعلى الجميع معرفة قوى الين واليانغ الموجودتان في داخلنا. بعد ما تابعنا هذا التقرير، اسمحوا لي رحب بضيفي دكتور حسن حبيب. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم عليك. إن شاء الله على الجميع يا رب.
أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا لك. تقرير كان عم يحكي عن رمز وطاقة الين واليانغ، خلينا نحكي أكثر عن معنى اليانغ واليان. بالنسبة للين واليانغ عبارة عن مفهومين فلسفيين بالأساس، يعني هذه الفلسفة أتتنا من المنطقة الشرقية يلي هي الصين والهند، وتقاذفها فيما بعد السومريون والكلدانيون، وأخيرا أخذها اليونانيون تأثرا بالفراعنة أيضا. فجميع هذه الشعوب التي عاشت في العصور القديمة كانت ملتقطة هذا القانون الهام جدا الذي يحكم الكون والوجود والإنسان وجميع الأحياء أيضا. فهذا أو هذه الفلسفة تعتمد بشكل أساسي على الارتباط أو التوحد العضوي بين ما هو جسدي أي مادي وبين العقلي وأيضا الروحي. فالإنسان مكون حسب فلسفة هذه الفلسفة الشرقية من هذه السويات الثلاث، لا يمكن التحدث عن جانب أو مستوى وإهمال الجوانب الأخرى. فدائما الفلسفات الغربية تهتم بالجانب المادي بالجسد البشري فقط، وتنسى أن هناك سويات يلي هي الروح والعقل. فالاهتمام بجانب واحد يعني إهمالا لكثير من الجوانب الأخرى، وبالتالي خللا في المنظومة الفكرية والفلسفية والحياتية. فهذه الشعوب كانت تقول دائما أن المنظومة الكونية والوجود والحياة كلها وبما فيها الأحياء مكونة من منظومتين أساسيتين متناقضتين في الأساس، إلا أنهما متكاملتين مع بعضهما البعض، هما الين واليانغ. ما معنى هذا المفهوم أو ماذا يعني الين وماذا يعني اليانغ؟ هذه الشعوب قديما قالت حسب منظومات أو قوانين الفيزياء بأن كل ذرة، الذرة طبعا هي أصغر جزء في المكونات المادية، مكونة كل ذرة من نواة، هذه النواة محملة ببروتونات ونيترونات مشحونة بشحنات موجبة، وحولها يدور الكترونات محملة بطاقة أو مشحونة بشحنة سالبة. فهذه الذرة متوازنة بالمعنى العلمي أو الطاقي، لأن مجموع الشحنات الموجبة بالنواة مساويا لمجموع الشحنات السالبة للإلكترونات، فتبقى في حالة توحد وانجذاب دائم لبعضها. ويصعب على أي جهاز أو آلة حتى الآن تحطيم هذه الذرة أو تجزئتها نتيجة هذه المنظومة من التجاذب الكوني بين مكوناتها. فأطلقوا الهنود والصينيون على الشحنات الموجبة اسم اليانغ، والشحنات السالبة اسم الين. إذن الذرة متوازنة ضمن هذه المنظومة الين واليانغ المنجذبين إلى بعضهما من خلال تخالفهما أو تنافرهما بالشحنات. فالطاقة طبعا هذا الأمر بيؤدي إلى تعريف الطاقة. ما هي الطاقة؟ الطاقة هي عبارة عن ذبذبات أو موجات أو شحنات تسير في الفضاء أو في الخلاء وتنتقل من مكان إلى آخر. فهذه الشحنات لها مرسل وأيضا لها مستقبل. فمثلا نحن لدينا الشمس أكبر مجموعة أو أكبر جسم يضخ بشكل دائم الشحنات الموجبة أو الموجات الموجبة. بالمقابل ولذلك فهي الشمس تحمل الشحنة اليانغ، تحمل شحنة اليانغ. موجب يعني يانغ، يعني يانغ. فهذه الموجات التي دائما بتصدر من الشمس هي ناتجة عن تفاعل مادتين الهيليوم والهيدروجين.
فدائما أحدهما يتحول إلى الآخر. نتيجة هذا التفاعل تكون درجة الحرارة على السطح أكثر من 6000 درجة مئوية. هذه الدرجة من الحرارة تعطي ضياء وإشعاعات دائمة ومتواصلة، إلا أنها جميعها تحمل شحنة موجبة أي يانج. نعم. مقابل الشمس يقابلها الأرض. نعم. الأرض بداخلها بجوفها بنواتها هناك تفاعلين بين مادتين الحديد والنيقل. هذا التفاعل الذي يحصل بداخلها أيضا يؤدي إلى إرسال إشعاعات من جوف الأرض إلى سطحها وإلى كامل القشرة الموجودة على سطحها وكامل الأحياء. فهذه الشحنات هي شحنة سالبة، وبالتالي هي يطلق عليها اسم الين. إذن الأرض شحنتها ين أو سالبة، والشمس شحنتها أو تصدر إشعاعات هي اليانج أو شحنات موجبة. هذا مثال كتير صغير بالنسبة لليانج والين الموجود بالكون. نعم. أخذنا مثال عن الشمس. نعم. والأرض. نعم. خلينا نحكي عن تجليات الين واليانج بالغذاء. اليوم نحن بشهر رمضان، عم يصير يمكن شوية تخبيص بالأكل بالغذاء بشكل عام، يعني بشهر رمضان وغير رمضان. يا ترى نحن بنعرف شو عم ناكل؟ عم ناخد أغذية مليئة بالين ولا مليئة باليانج؟ عم نحصل على هذا التوازن ولا لا؟ طبعا يعني عملية الإدراك العقلي لهذه المنظومة الكونية صعبة ولا لا؟ لهذه المنظومة الكونية هي اللي بتخلينا نحن نعيش بسعادة دائمة. نعم. وأيضا بتخلينا نعيش عمر مديد وطويل جدا، لأننا نحن كبشر وجميع الكائنات الحية نحن جزء من هذه المنظومة الكونية. عندما نعيها ندركها كحالة فكرية أو حالة وعي، فإننا نكيف جميع سلوكنا وأيضا غذائنا لأن يكون جزءا من هذه المنظومة. عندما نخالف حرمة الكون وقوانينه نعيش ببؤس وأيضا بقليل من الفرح، ونذهب باتجاه الشقاء والتعب الجسدي والنفسي إلى آخره. طبعا عملية الإدراك إذن هي المدخل لهذه المنظومة بشكل أساسي. طبعا كيف بيتجلى تماما ذلك، سواء كان من الناحية الإيجابية أو من الناحية السلبية. مثلا نحن بشكل عام عندما نشرب ماء عاديا فإننا نتلقفه من الحنفية ونشرب كثيرا من الماء من الحنفية. طبعا الماء هو عبارة عن مياه جوفية تحمل طاقة الأرض يلي هي طاقة الين يلي هي السالبة، تنتقل من البئر إلى القسطل إلى المنزل إلى الحنفية إلى فمنا. فكل الماء المأخوذ بهذه الطريقة يكون محملا بالطاقة السالبة أو الين. فالإنسان يلي بياخد كميات كبيرة من الماء بهذه الحالة بيكون مضطرب، بيكون دائما منفرز معصب متوتر ما بيعرف ليش، ولا في أسباب واجبة يعني ما متقاتل مع حد، ولا في مشكلة سواء بينه أنسى أو ذكر أنسى أو ذكر. أه. ففي هذه الحالة السبب هو زيادة الطاقة السالبة أو الجسم. طاقة الين في الجسم داخل الجسم. طبعا عندما ندرك ذلك ماذا نعمل؟ نصحح هذه المعادلة، نأخذ مياه الحنفية نضعها بأوعية زجاجية ونعرضها للشمس، عندها تشحن المياه في طاقة الأرض، بالأساس مشحونة بطاقة الأرض وتشحن بطاقة الشمس. بطاقة الشمس فتحصل مياه متوازنة. فعندما نأخذها حتى إذا كان إنسان معصب أو منفرز بعد 10 دقائق تهدأ ثورته ويعود إلى وضع الهدوء والتوازن بشكل كبير جدا. طبعا هذه الطريقة الآن بشرق آسيا وباليابان يعني المياه المتوازنة تعطى للأشخاص المصابين بالسرطانات كحالة علاجية. طبعا تعطي نتيجة؟ طبعا هو القضية وين؟ القضية أنه ما تحط سوائل الجسد بكاملة بما فيه الدم بحال التوازن. يعني ما تعمل توازن داخلي بالجسد البشري عن طريق جزيئات الماء. تماما تماما تفكيك جزيئات. طبعا هيدا والعمل يعني عليها. مثال من الأمثلة. هذا مثال على المياه. نعم. خلينا نأخذ أمثلة على الغذاء. نحن كيف بنقدر نحقق التوازن
بالجسد من خلال طاقة الين واليانغ، ولا لا لازم يكون مثلا كأنثى لازم يكون عندها طاقة ين أكثر من طاقة الين؟ هلا بنحكي عن الفكرتين. هلا عمليا بالنسبة للنباتات يلي بناخدها نحن من الأرض، في عنا كل ما هو تحت سطح الأرض يلي هو جذور وأغذية مثل الجزر، البصل، الثوم، البطاطا إلى آخره. كل هذه الأغذية منجذبة باتجاه الأرض، باتجاه مركز الأرض. بالتالي هي تتوازن مع طاقة الأرض. مع طاقة الأرض. كل ما هو فوق سطح الأرض من أوراق مثل السلق، السبانخ، الخس، الفجل، أوراقه يعني. بالإضافة إلى البندورة، الخيار، كل هالخضار هاي. هي فوق سطح الأرض تتوازن مع طاقة الشمس. هلا نحن لما نجي بنعمل سلطة بنحط فيها خس، بندورة وخيار وبقدونس ونعناع فقط، فبالحالة نحن بنكون أخذنا نوع واحد من الطاقة. فبيعمل خلل بتوازن الطاقة. فالأفضل أنه نجمع بين ما هو فوق سطح الأرض وما هو تحت سطح الأرض. يعني نحط خس ونحط خيار ونحط معه جزر وبصل أو ثوم. بها الحالة بيكون صار جات السلطة متوازن بهالحالة هاي. طبعا إدراك هذه القوانين يلي هي بسيطة وسهلة جدا فبيخلي غذائنا دائما متوازن. دائما متوازن. هذا ما يتعلق بموضوع الغذاء النباتات. أو النباتات يعني. هلا في عنا بالنسبة تفضلتي وحكيتي عن موضوع يعني إنه نحنا مثلا اختبار إنه اختبار مثلا أنا كيف بدي أعرف إنه هل طاقاتي متوازنة ولا لا، كيف بدي أعرف إنه في طاقة متوازنة في خلل بالتوازن؟ نعم. هلا عمليا في عنا كل الأغذية الحيوانية، ألبان، أجبان، حليب، بيض، لحوم، كل هذه الأغذية تحمل طاقة الشمس اللي هي اليانغ. وكل الأغذية النباتية تحمل طاقة الين. طاقة الين. الأرض. هلا بالنسبة للأنثى بالوضع الهرموني 80% من جسدها هرمونيا مكون من طاقة الين. طاقة الين يلي هي طاقة الأرض. يلي هي سالبة. أيوة. و20% هي طاقة اليانغ أو الطاقة الموجبة. طبعا نحن منقول سالبة أو أنثى. أيوة. يعني أنه الين هو سالب أو أنثوي. نعم. إذا سالب أنثوي أو ين. طبعا كلها هي مفاهيم واحدة. لكن نحن أنا حاولت أبدأ بالشمس وبالأرض لأنه كلها هي الجزر. فعلى ضوءها بتبقى التسميات مختلفة يعني. تماما. هلا إذا جسد الأنثى أو المرأة مكون من 80% هرمون أنثوي أو ين يلي اسمه الأستروجين، و20% هرمون ذكري تستوستيرون أو يانغ. فطبعا هي النسبة هي التوازن بالنسبة لجسد المرأة. الرجل معاكس لإلا بالنسبة 80% يانغ و20% ين. طبعا بالنسبة للسيدات الوضع الراهن إذا أخذنا نحن الحالة كيف تحصل، مثلا طالب الجامعة بتفيق صباحا بده تروح على الجامعة أو على المدرسة، أسهل شغلة ليلى أنه تأخذ لها قطعة جبنة أو ملعقتين جبنة لبنة، صندويشة مع كاسة شاي وتضل ماشية. طبعا هيدا كله أكل شو؟ يانك. أيوة يانك. بتروح على الجامعة عندها استراحة بتطلع بتأكل صندويشة شاورما أو سجوق أو أي شيء من هالقبيلة يعني. بترجع على البيت اما انه والله من الصبح لهلا ما انا اكلي بنتها عاملت لها لحمه بصينيه وما بعرف شو. هلا اذا بتشوفي طبعا هاي الحاله الواقعيه انا عم احكي عنها، غالبيه البيوت هن هيك. فبتشوفي انه حوالي 80-90% من اكل البنات هو اكل حيواني. يعني هون ازدادت شو؟ طاقة اليانغ. طاقة اليانغ عند الأنثى. يمكن لهيك بصير وتناقص شو عندها؟ خربطة بالهرمونات. نعم. بصير بقى شو تناقص عندها؟ طاقة اليان. طاقة اليان اللي هي طاقة الأنثوية. فبهالحالة هي نحن بالطب بنسميه خلل هرموني. شو بينتج عن هذا الخلل الهرموني؟
ينتج أكياس على المبايض، بينتج عدم انتظام بالدورة، بينتج شعرانية بالوش وبالبطن وبالفخذ، وبينتج أيضا تساقط شعر، بينتج حب شباب، بينتج أيضا نرفزة وعصبية دائمة. إما للبنت بتكون ما تحكي معها بترفع صوتها مباشرة، تقول لها ما بدك تاكلي مثل كأنه بدها تقتلها لأمها. طبعا هالتصرفات هاي هي ناتجة عن هيدا الخلل الهرموني، يعني طبعا حالة تعصيب وتوتر دائم نتيجة أنه صار في خلل هرموناتها. أما هي لو ترجع تأكل 80% أكل نباتي و 20% أكل حيواني، ترجع تنضبط عند الهرمونات بشكل طبعا بيكون في عندها طبيعي. حالة وعي طبعا ما في شك. هلا نحن ليش يعني في ناس كتير بتعصب أو خصوصا الصبايا أيوه. إيه لأنه ما في إدراك وما في ثقافة بهذا الموضوع. تماما، نحن منحاول نبسط الأمور لإيضاح الفكرة بشكل تمام. أوسع طبعا كل الأغذية النباتية منسجمة مع الطبيعة الهرمونية للأنثى، وكل الأغذية الحيوانية منسجمة مع الطبيعة الذكورية للرجل، يلي هي يعني وياكلوا لحومات ونحن نفرجوا عليهم في نوع هيك من التمييز يعني. لا هلا فيه دعوة الآن يعني نتيجة هذا العنف الذي ما نشهده نحن بسوريا وبالمنطقة. طبعا هذا ناتج عن أكل اللحوم الزائدة، يعني عملية التوحش، القتل، الذبح كذا. ففي دعوة الآن أنه الرجال هرمونيا يروحوا باتجاه النساء مشان يكونوا بسيطين وهادئين ومانهم عنفيين وعندهم محبة وعندهم ألفة. بطل طعمهم لحمة هي أهم شيء يعني. هذا الأهم طبعا لهالناس اللي بيكونوا بهالشكل طبعا يعني. فإذا بالنسبة لموضوع الخلل الهرموني، مجرد ما رجعت البنت أو الصبية تأكل هيدا الأكل 80% نباتي و 20% حيواني، يعني مثلا كيف تجليات النسبة هاي، مثلا صباحا إذا عم تأكل زيتون ومكدوس، إذا أكلت لقطعة جبنة عادي يعني بتعادل 20% مثلا. يعني هي ممكن تمرق لبعض الأطعمة يعني اللي بتحوي طاقة 20% يعني. بدها تأكل. هلا بوجبة الظهر إذا أكلت برغول أو فريكة أو رز مع مرقة وأخذت لها مثلا قطعة سفان أيضا داخل يعني بقي ضمن النسبة الطبيعية ضمن النسبة. هلا إن كان دكتور للأسف هلا هذا الجيل كله بيعتمد على الأكلات السريعة والوجبات السريعة طبعًا. هي دائما يمكن تحوي أكثر شيء طاقة اليانج طبعًا. ما فيها نباتات، ما فيها خضرة، ما فيها هي الطاقة السلبية. هلا يعني هذا عم ينتج عنه كتير نتائج. حالات مرضية. نتائج كتير مرضية. هلا والأخطر فيها إنه حالات العقم يعني هلا في كتير نساء وشباب عم يتزوجوا عم يضلوا سنوات طويلة جدا ما عم ينجبوا نتيجة هيدا الخلل بوضع الهرمونات عند الرجل وعند الأنثى. طبعا يعني نحن شفنا بشكل أساسي الرائز الفعلي لهالمشكلة هو حموضة الرحم. عندما يكون الرحم حمضيا عند السيدة فإنه يقتل جميع النطاف ويمنعها من الوصول إلى البويضة لتلقيحها، ولذلك يجب تغيير حموضة الرحم. نقدر نغير هاي الحموضة طبعاً من خلال الغذاء طبعا وببساطة يعني خلال في دراسات يمكن أكدت على هذا الشيء أنه حمية غذائية متوازنة بتقدر تغير هاي الحموضة وبتقدر تحدد أو يصير في إنجاب. طبعا طبعا يعني كمان الحموضة والقلوية يعني هلا مثلا الحموضة ين القلوية يعني من حيث التركيبات. هلا إذا بدنا نسهب بموضوع تشريح الجسد البشري أمام الين واليانج، مثلا الجهة اليمنى من الجسد البشري يانج، الجهة اليسرى ين. هي لكل الناس. إيه لكل العالم. هلا كلياتنا نتلقى نحن والنباتات والحيوانات نتلقى الطاقة من الشمس عبر مركز بالرأس يدعى مركز التاج. إذا مركز التاج يتلقى الإشعاعات الصادرة من الشمس ومن جميع الأكوان الأخرى. وفي عنا طاقة الأرض نتلقاها من خلال الأرجل، تتركز في منطقة عظم العانة في منطقة تناسلية. طبعا هي مركزين، مركز أرضي بمنطقة العانة ومركز سماوي يلي هو طاقة يانج في الرأس.
هدول نقطتين عبارة عن قطبين مثل سالب وموجب، طبعا على المحور الممتد من الرأس وحتى عظم العنق. طيب هي الطاقتين متوازنتين بكل الأجسام بالحالة العادية، متوازنتين. هلا شو الذي بيحصل؟ تمام، ايمت بيصير خلل او ايمت بيصير ما في توازن، ايمت بيصير خلل؟ مثلا نحن عندما ناكل متاخرا في الليل ومنضل قاعدين على التلفزيون، ما في حركه، ما في نشاط لا فكري ولا جسدي، بهالحاله بيصير ضعف للطاقه السماويه او طاقه اليانغ المتركزه في الراس. شو بيزداد بهالحالة؟ الطاقة الموجودة في منطقة العانق. بهذه الحالة تنتشر هذه الطاقة للأعلى لتغذي القلب والرئتين والدماغ وكل المراكز الطاقية العليا. بهالحالة شو بيزداد هون؟ طاقة الين. طبعا بهالحالة صار في خلل بالجسم. شو بيؤدي هذا الخلل؟ هلا هيدا الخلل بيؤدي ل امراض مختلفه. من هذه الامراض مثلا امراض الغده الدرقيه، يعني امراض الغده الدرقيه بيؤدي ايضا الى التهابات بالحلق، بيؤدي ايضا الى تليف بالرئه مثلا كناتج عنها. هلا لاعاده التصحيح يفترض انه نحن ما ناكل وجبه متاخره، واذا اكلنا وجبه متاخره نطلع نتحرك، يكون في حركه، نتحرك في حركه. الحركه دائما بتنشط مركز التاج وبالتالي طاقه اليانغ، وبتخليها متوازنه مع طاقه الين. يعني شوف مدى خطورة هي الوجبة المسائية. طبعًا. يعني هي الناس طبعًا. كان وللأسف أنه يعني كتير موجودة الغالبية. يا ترى هي اللي عم تسبب هاي الأمراض يعني وخلل بهي التوازن؟ شوف كتير في أهمية لإلى. طبعا هلأ تجليات أيضا طاقة الين واليانغ على الأعضاء الداخلية يعني كلياتها. مثلا في عنا نحن لما بناخد تنفس بناخد أكسجين منها طبعا إذا كان التنفس صحيح. إيه طبعا. هلأ بهالحالة الرئتين ما تتمدد، ما تتسع لإملاءها بالأكسجين. طبعا هالعملية هي يانغ، أخذ الأكسجين هو يانغ. هلأ بترجع بتتقلص الرئتين بتطرح غاز ثاني أكسيد الكربون، أيضا عملية معاكسة لها. إذا تقلص وتمدد بالرئتين، وحدة يانغ وحدة يان. القلب عندما يستقبل أيضا الدم القادم من الخلايا بيجمعه بالأذينتين. الطاقة المحملة للدم في هذه الحالة طاقة تجميعية، ما تجمعه للدم، نسميها طاقة اليانغ. بعد ذلك القلب يضخ هذا الدم ليوزعه على جميع الأعضاء الجسد كلها. هي اسمها طاقة الين. طبعا دكتور يعني التنفس بيختلف من شخص لآخر، لذلك أنه ما شرط يكون في توازن بهي الطاقة بالتنفس ودقات القلب بكل عضو من أعضاء الجسم، صح؟ طبعا هو يعني بشكل عام نحن التنفس الهدف منه هو أخذ حاجة الجسد من الأكسجين بشكل دائم. هيدا الأكسجين مع الغذاء المهضوم يجب أن ينقل إلى الدم، الدم بيوزعه على الخلايا. في الخلايا يحصل تفاعل بين الأكسجين ومحتويات أو نواتج هضم الغذاء، ينتج عن هذا التفاعل طاقة. طاقة بياخدها الجسد لتصريف أموره الداخلية، يعني وظائفه البيولوجية الداخلية. لكن هو نحن بالنسبة لنا الجسد في عنده مصنعين من الطاقة، مصانع داخلية بالدماغ ومصانع تانية بالخلايا تنتج طاقة بتخليه على قيد الحياة بشكل دائم. لكن الطاقة اللي بتلقاها من الأكوان الأخرى بتعمل له توازن بكل أعضائه ووظائفه. هذا التوازن بيؤدي إلى إطالة العمر
وإلى العيش بسعادة وهناء غير طبيعي. التوازن يساوي الصحة، يساوي السعادة، يساوي الحب، يساوي الحياة. أما عدم التوازن موجود عنا كتير، يعني لا بأس. بالنسبة لمجتمعاتنا، يعني أعتقد أنه كلنا ما نعيش بالمنطقة الحرجية، يعني بحالة صراع بين هاي الطاقتين، ويمكن ما في كتير توازن. ليش؟ لأنه رايحين باتجاهات، نحن باتجاهات الثروة وباتجاهات الحصول على المادة بالأشياء المادية، ما نركض يعني على الأشياء الروحية. طبعا نحن يعني رايحين بهالاتجاهات هاي ونسيانين حالنا، يعني ما بعرف إذا حكيت معك مرة، يعني في كتير نساء أنا من خلال مقابلاتي لإلهم، فبيعرفوا عن أي فنان وأي لاعب رياضي أكثر ما بيعرفوا عن جسدهم، يعني يعني أنا ما كان بيخطر ببالي إطلاقا أنه في مرأة تجهل جسدها، يعني ما بتعرف أنه شو ما يصير بجسمها، لكن بيّن أنه في كتير جهل بهذا الأمر كثيرا. طبعا نحن ما بيلغي إطلاقا أنه نهتم بكل ما هو محيط فينا، ثروة أو سلطة أو جاه أو مجتمع إلى آخره، لكن ما تأخذ يعني رقم واحد النسبة الأكبر من تفكيرنا. أيوة، الإنسان يجب أن يكون محوره الأساسي هو ذاته، هي أولا يشتغل على ذاته بالضبط. أول شيء بعدين يشتغل على ذواتي الآخرين. هذه الذات عندما تكون متوازنة وواعية، علاقتها الداخلية وعلاقتها بالمحيط وبالبيئة وبالكون وبالوجود، تستطيع إطلاقا أن تعيش بهناء غير اعتيادي إطلاقا. طبعا هذا يعني بعض الأمثلة بشكل عام عن يعني إذن هي الطاقة موجودة بالكون، موجودة بالطبيعة، بالنباتات، بالهواء، بالماء، حتى بالجسد، حتى نعم بالغذاء. نعم، يعني هي الطاقة موجودة، كل تفصيل، يعني طاقتين يمكن منفصلتين بس بنفس الوقت متحدتين مع بعض. تماما تماما. طيب سؤالي يعني لإلك دكتور، يا ترى هي الطاقة الموجودة بالجسم ممكن تورث لجيل قادم؟ يعني الأم حملت جاب الطفل، هاي الطفل يعني الأم إذا كان في عندها خلل بياخذوا هذا الجنين؟ هلأ كل هذه الطاقات اللي نحن جزء منها مصنوع بداخلنا من خلال الغذاء والماء والهواء، وجزء آخر نحن عم ناخده من المحيط، من الأكوان الأخرى. إذن كل مكونات الين واليانج هي داخلية وخارجية، تتفاعل مع بعضها داخل هذا الجسد بشكل كبير جدا. إذا طالما هي مكونات خارجية تتفاعل داخل الجسد، إذا هي ليس علاقة، لا علاقة لها بالتوريث. فدائما المورثات هي إلى علاقة بالجينات الذي موجودة، يلي هي بالـ DNA والـ RNA الموجودة في نواة الخلية الأساسية. هذه الصفات الجينية هي التي تورث بالأساس. يعني لو كان هذا الأمر بهالشكل، كان الإنسان المصاب بالسرطان يجب أن يصاب ابنه مثلا بهذا المرض، لكن تبين أنه السرطان عبارة عن مرض أسبابه الفعلية هي أسباب غذائية وبيئية بشكل أساسي، سموم يعني بتنتقل إلى الجسد. ربما العامل النفسي أيضا يلعب مثل دور كتير. طبعا مثل ما عم تنتقل لنا هالطاقات، طاقة الين واليانغ بأشكال مختلفة، لكن يعني نحن قدرتنا يجب أن تكون على أن نصيغ جميع وظائفنا البيولوجية لأن تكون جزء من هذه المنظومة، منظومة الين واليانغ تماما. يعني نحن بعين واحدة ما فينا نشوف، بدنا نشوف بالتنتين، بالعينتين، بدنا ناخذ تنفس من الأنفين أيضا، الكليتين اثنيناتهم بدهم يشتغلوا بهالمنظومة هاي بهالشكل. هلا في عنا بهالمعنى هذا أيضا الساعة البيولوجية للجسم. أيضا الساعة البيولوجية بتشوفيها مرتبطة مع نبض الأرض، الأرض إلى نبض معين، فأجسادنا أيضا إلو نبض وإلو ساعة بيولوجية مرتبط معها. فمثلا نحن عندنا من الساعة 3 صباحا حتى الساعة 5 صباحا هي طاقة الرئتين، يعني بتاخذ الهواء النظيف يلي هو مانو ملوث، من 3 الصباح للخمسة صباحا، من الخمسة للسبعة هو طاقة الكولون يلي بيقوم فيها بتنظيف الفضلات المتراكمة فيه، من السبعة للتسعة هي طاقة المعدة. وعلى هالأساس هذا يجب ألا يكون الفطور إلا ضمن هذا التحديد، يعني بين السبعة وبين التسعة،
لانه المعده بتكون خلينا نفطر بكير. هو هذا الافضل يعني. ما قلت لك انا طبعا ما احكي هالتوقيتات. لا تماما يعني هي معلومات كثير حلوه انه كل وقت في طاقه وكل أيوه؟ وقت في يعني شيء مناسب لعضو له عضو معين. حلو. وطاقه لعضو معين يعني. طبعا بهالتوقيت هذا بتكون المعده باستعداد كبير وباسترخاء انه تتقبل الاكل بشكل جيد. طيب وصلنا للساعه 9 بعدين هلا من 9 لل 11 بعد ما أكلنا وجبة الفطور في عندنا طاقة البنكرياس، طاقة الصفراء والمرارة والعصارات الهاضمة اللي بتنصب على الأكل، أيضا يهضم الأكل بهالحالة. هلأ من الإداش للوحدة بهالحالة بيكون هضم الأكل، فيه طاقة لنقل الغذاء المهضوم إلى الدم. بعد ذلك من الوحدة حتى الساعة 3 إيصال هذا الغذاء بطاقته المحملة إلى الخلايا. بالخلايا يحصل تفاعل وينتج مجموعة من المواد، بينتج طاقة وبينتج عضلات. الطاقة بياخذها الجسم وبيرجع بعيد عملية ترميم الخلايا التالفة، أو بيساعد بعملية إنجاز الوظائف الحيوية لإله والبيولوجية، أو بيقوم بعملية استخدام هالفضلات هاي وبيوصلها إلى أجهزة الإطراح. طبعا من وصلنا على الساعة 3 أيوة من 3 للخمسة هي طاقة الكبد. طاقة الكبد هون نقدر نتغدى ولا لا؟ إيه طبعا ما في شك، بس هو الكبد ما أكلنا إحنا وجبة صباحية بده ينظف بعد الوجبة مثل ست البيت. وجبة الغداء هي الوحدة للثلاثة ولا من ثلاثة للخمسة الأنسب؟ الأنسب يعني بالثلاثة يعني قبل أو بعد بحدود الثلاثة بهذا الوقت. طبعا الكبد هون بده ينشط لتنظيف الوجبة الأولى فضلاتها يعني. هلأ من الخمسة حتى السابعة مساء أيضا بيكون فيه مجال لعملية استرخاء الأجهزة، طاقة الاسترخاء. هلا هون بيقولوا عمليات الاستقلاب بتكون واقفة، ما بقى في يمكن هاي هي حالة الاستقلاب. هلا بعد ذلك من هالتوقيت وحتى صباحا بنكون منعطي للجسد ولأجهزة الإطراح بالكامل اللي هي الكليتين إنه تنظف كل فضلات اليوم بكامله. بكامله. يعني الوجبة المسائية ابدا ما في هيك هي وجبة صغيرة كذا يعني. لا لانه اللي بده يتغدى الساعة 3 لتاني يوم يمكن في وقت كتير كبير، فمسموح بوجبة طبعا ما في شك مسائية يعني خفيفة تكون. هي تكون خفيفة ايمتى تتحبز الوقت؟ يعني بين 7-8 انه كتير بيحذروا انه مثلا بساعات متأخرة انه ما يكون في اكل ابدا. هلا حكينا يعني تماما ذكرناها. طيب دكتور بنهاية حديثنا بدنا هيك مجموعة من النصائح والإرشادات ونشر هاي الثقافة، شو حابب تقول لكل الناس اللي عم تشوفنا؟ يعني بشكل أساسي دائما الأغذية الحيوانية بتعمل تصلب بالجلد وبتمنع دخول الطاقة إلى مراكز الطاقة بالجسد البشري. الأغذية الحيوانية للأنثى والذكر للأنثى عم نحكي أيوه. اليوم طبعا بتعمل تصلب وقلة مرونة في المراكز اللي ما تستقبل الطاقة. طبعا هذا جانب كتير مهم، فبتكون كمية الطاقة الداخلية على الجسد كتير ضحلة وقليلة جدا، ولذلك التخفيف من هذه الأغذية قدر الإمكان وخصوصا الآن يعني صار الغلاء مذهل جدا بالنسبة لها. هي فرصة يعني نصير أكثر نباتيين. طبعا الناس كتير هيك بيحكوا حول أنه نحن ممكن نصاب بمشاكل إذا ما أكلنا اللحوم. هلا اللحوم فيها أنه بروتين. يصير عنا نقص غذاء أو نقص فيتامين شيء معين. اللحوم فيها بروتينات بشكل أساسي، فينا نحصل عليها من بروتينات حيوانية من الفول والعدس والحمص وفول الصويا تحديدا. إذا أخذنا معهم نصف خسة أو عرقين بقدونس ونعناع مع هندوي بنكون أخذنا حاجتنا من المعادن ومن الفيتامينات بشكل أساسي. إذا في شيء يعني مقابل فينا نقدر نعوض هاي الشغلات الحيوانية اللحومات تماما نقدر نعوضها بالإضافة للأسماك وأغذية البحر كمان يعني. أكيد. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم عليك، وشكرا كتير لوجودك معنا اليوم دكتور حسن حبيب أخصائي تغذية وعلوم طاقة. شكرا كتير لإلك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم جميعا وللأخوة المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا. ونأمل أن تصل هذه الثقافة إلى جميع الناس بحيث
نقوم بعملية تعديل جزء من هالأحزان الألم والألم اللي منعيشها جميعا. طبعا هذا بيحتاج لوعي، وعلينا نحن وأجهزة الإعلام أنه نوضح الصور تماما وننشر هاي الثقافة. أهلا وسهلا فيك من جديد. شكرا كثير لك. ومشاهدينا بدنا نتشكر وجودكم معنا بهاي الحلقة. وصلنا لختامها. أهلا وسهلا فيكم، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.